اجتمع وفد الأساقفة الكاثوليك للأرض المقدسة مدة أسبوع كامل غني باللقاءات من أجل دعم المسيحيين والذين يجتمعوا سنوياً في القدس. أدانت الجماعة المسلمة في القدس مجزرة المسيحيين الأقباط في الإسكندرية وعلق أمام الكاميرا فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله الوكيل المساعد لمفتي القدس حول الاعتداء. نظمت كلية الكتاب المقدس الفرنسيسكانية مع الأب ميكيل ماتسيو دورة حول سفر الرؤيا الكتاب الرائع والغامض. على خطى مريم العذراء هو عنوان كتيب صدر عن وزارة السياحة الإسرائيلية، تم تقديمه في عين كارم مبادرة من أجل تعزيز الأماكن المقدسة لجميع المسيحيين في العالم. يعد في شهر كانون الثاني من كل عام موعد ثابت منذ 10 أعوام، وهي زيارة المجلس التنسيقي للأساقفة الكاثوليك الذي يدعم مجلس الأساقفة الكاثوليك وكنيسة الأرض المقدسة. التقوا مدة أسبوع لمناقشة وزيارة هذه الأماكن بهدف إعادة اكتشاف جمالها وإلقاء الضوء عليها. شارك أكثر من 30 أسقفاً ومعاوناً وعددهم تزايد مقارنة بالعام الماضي. تم التطرق إلى مناقشة مواضيع يومية مثل المسكونية والحوار بين الأديان والتربية في ضوء أحداث الإسكندرية في مصر، وفي لحظة تبين أن العلاقة بين الأديان الأخرى أصبحت حرجة. وقع هذا الهجوم يوحدنا أكثر من قبل مع الأقباط ومع الجميع. هناك حاجة لأن نتأمل في الحوار مع الإسلام بعد الاعتداءات العديدة في بغداد ومصر، كما قتل 6 أشخاص آخرين في مصر في عيد الميلاد الماضي. نؤمن بالحوار إن كان مع الإسلام أو مع اليهود. للأسف هناك متطرفون من كل الأطراف وأيضا من المسيحيين. أؤمن بالحوار، علينا التحدث مع الأغلبية المعتدلة من أي طرف كان. تقوت إرادة الحوار مع الآخرين ولم تنقص، توضح ذلك بزيارة تبادل التهاني مع بطريركية الروم الأرثوذكس يوم الاثنين الماضي. كما ذكر قداسة البابا أن ما يوحد المسيحيين هو أكبر مما يعمل على تقسيمهم، فقد أعطى طاقة لمواجهة مواضيع المحبة والتربية والحياة المكرسة في الأرض المقدسة. إن كل ذلك هو من أجل توازن نهائي وإيجابي. النقاش الرئيسي داخل المجلس التنسيقي لمجلس الأساقفة في الولايات المتحدة وكندا وبعض البلدان الأوروبية يتعلق بالأوضاع المعيشية الحالية للمسيحيين وعلاقتهم مع المسلمين واليهود. بالتالي فإن جميع التساؤلات تتوجه نحو حياتهم وعلاقاتهم وأوضاعهم الصعبة في هذا البلد. هناك سياسة صعبة للكنيسة، علينا دعمها من أجل الصلاة والحجاج، مع الضغط على حكوماتنا كي تتجلى حرية التعبير في هذه المنطقة. عقدنا لقاءات رسمية مع بطريرك الروم الأرثوذكس يوم أمس في رام الله، وخلال تلك اللقاءات كان هناك موضوع مأساة الإسكندرية والتركيز على التضامن مثلما قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وأيضا من بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية. هل السلام ممكن؟ أتخيل أنه ممكن، لكن كيف حقيقة لا أعرف. استمعنا بالأمس أنه بالنسبة للفلسطينيين فإن السلام ممكن مقابل الحصول على اعتراف إسرائيل بحدود عام 67، وإذا كان ممكنا للإسرائيليين أن يعترفوا بذلك فإني لست متأكد. وكان جميع الذين آمنوا قلبا واحدا وروحا واحدة، تلك كانت الجملة الافتتاحية للقاء والتي تحدث عنها جميع الذين شاركوا باقتناع من أجل الأرض المقدسة. أصدر وفد الأساقفة الكاثوليك بياناً صحفياً تم قراءته أمام الصحفيين بعد أسبوع غني باللقاءات والمناسبات العديدة. جاء فيه: ركزنا هذا العام على اللقاء بين كل الكنائس المسيحية عند القول أننا مسيحيون، يعني أننا نبني جسوراً، وأملنا جعل الجميع يبحثون عن السلام العادل لهذه الأرض، مقتبسين من أقوال الحبر الأعظم مع التذكير بمحاسن الحج العميق إلى الأرض المقدسة. يكمل البيان: نشجع الحجاج لأن يقوموا بزيارة الأرض التي مشى فيها يسوع، ونشجع الناس لأن يعيشوا بشكل علني إيمانهم الخاص.
وحول حقوق الإنسان، أعلن الأساقفة محدوديتهم ويسعون إلى حصولهم على عمل لتأمين مستقبلهم، حيث الحياة والكرامة والحقوق وصونها من قبل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية أيضاً. هناك تمنيات لمجتمع جديد يبدأ من التربية والتنشئة، وفي النداء الأخير من البيان يتوجهون إلى الذين يعلمون الأطفال كي يساعدوهم لينمو في احترام الحقوق والكرامة لكل إنسان خلقه الله، من خلال احترام إيمانهم وثقافتهم ووطنيتهم. وفي نهاية البيان نصلي إلى الله كي يمنح القوة والشجاعة ومباركة شعبه بالسلام، خاصة في الأرض التي ندعوها مقدسة. بعد مجزرة الأقباط في الإسكندرية عاد مرة أخرى الحديث عن الحوار بين الأديان، وفي حوار مع فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله الوكيل المساعد لمفتي القدس حول أحداث الإسكندرية ومدى تأثيرها على الجماعة المسلمة في المدينة المقدسة، أجاب: تلقينا خبر حادث تفجير الذي حصل أمام كنيسة الإسكندرية بكل أسف وشجب واستنكار، وقد أنزلنا بيانات عن دار الإفتاء الفلسطينية في الإعلام المحلي وعبر أكثر من وسيلة إعلام شجبنا فيه هذا الحادث، وطبعا باسم سماحة المفتي العام كان البيان قد صدر، وقد ذهبنا إلى سعادة سفير جمهورية مصر العربية في رام الله وقدمنا له التعازي هناك. في حديثنا عن هذا، كيف ترى العلاقة بينكم؟ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين هي علاقة مميزة في الوطن العربي، ونعيش جنبا إلى جنب بنفس الهموم وبنفس الظروف، وبالتالي يعني ما مستوى التعايش الذي نعيشه هو مثال يحتذى ونموذج جيد، يجب أن ينظر إلى العلاقات المسيحية والإسلامية على نحوه. هل يمكن لمثل أحداث الإسكندرية أن تصل إلى هنا في رأيك؟ أستبعد جدا، لأنه يعني نحن نراهن على أولا الأمن الفلسطيني، أيضا على وعي الإنسان الفلسطيني الذي لا يسمح لمثل هذه الأحداث أن تحدث في أوضاعنا، حتى يعني لا نريد أن نزايد على الأمن المصري وعلى المجتمع المصري، إنما هو حادث عابر. يعني الأقباط في مصر مواطنين يعيشون مع المسلمين طول الزمان. ماذا تقول للأقباط فيما يتعلق بالتصريحات التي ظهرت في وسائل الإعلام؟ الأقباط المسيحيين والمسيحيين بشكل عام الذين يعيشون عندنا متفهمين للموقف، كل البيانات التي صدرت عن رجال الدين المسيحي كانت بيانات مسؤولة وكانت مواقف حكيمة، وكلها تدعو إلى وحدة الصف ونبذ الفتنة. في نهاية المقابلة أكد ضرورة خلو أماكن العبادة من العنف، كون هذا ما تدعي إليه سياساتنا وقيمنا وتعاليمنا. نظم معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني دورة دراسية حول سفر الرؤيا الكتاب الغامض والساحر، تماماً كمعناه في اللغة اليونانية الوحي. أدارها البروفيسور الأب ميكيلي ماتسيو، واعتبرت الدورة مقدمة ونهج لتفسير لاهوتي. يأتي هذا الكتاب من يوحنا من باتموس، وهي جزيرة يونانية في آسيا الصغرى. رأى يوحنا في يوم الرب رؤيا عن المسيح ليتحدث للمرة الأخيرة عن كنيسته. يقول المسيح ليوحنا: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله للكنائس. إنه كتاب صعب، يقول الأب ماتسيو، كما يؤكد القديس هيرونيموس، إن كل كلمة تحتوي على سر. في تاريخ التفسير تم تفسير الكتاب الأخير من الكتاب المقدس بطريقة خاطئة، ولا تتواجد أمانة للإيمان الأصلي. أراد مؤلف سفر الرؤيا يوحنا من باتموس أن يساعد المسيحيين على قراءة الصراع بين الخير والشر في كل حقبة من التاريخ حتى يومنا هذا. يتكون الكتاب من قسمين، يحتوي القسم الأول على سلسلة من الرسائل المرسلة إلى الكنائس، وفي القسم الثاني توجد سلسلة من الصور التي تعبر عن حكم الله في التاريخ. يتم وصف الشر الموجود في العالم من خلال لغة رمزية،
إن تم تفسيرها جيداً تعرض مفتاحاً لقراءة معنى التاريخ في ضوء الإيمان. يحوي يسوع ذاته في الرؤيا ويقدم نفسه ليوحنا: أنا الألف والياء، يعني بذلك أنا بداية الخلق وحياة كل إنسان. قدمت وزارة السياحة الإسرائيلية في عين كارم صباح يوم الثلاثاء كتيب بعنوان على خطى مريم العذراء، بحضور حارس الأراضي المقدسة الأبيير باتيستا بيتسابالا ومرافقة شوقة نعمة النسائية. تم تقديم الكتيب الذي يمر عبر عدة مراحل في الأماكن المقدسة من خلال أعين السيدة العذراء، ابتداء من سفورية في الجليل حيث ولدت وتمر بكنيسة البشارة في الناصرة انتهاء بعين كارم. إن الطريق والأماكن التي مرت بها العذراء نفسها الذي مر بها يسوع، كذلك المحبة حيث ولد وحمل به وترعرع، وجاء التركيز أكثر على شخصية مريم لأجل التعبد والتقليد. من وجهة نظر اقتصادية أكثر منها روحية تم تأليف هذا الكتيب لنتقبله نحن. وافقت الحراسة على المبادرة التي تزيد الوعي وتفتح الأعين على الأماكن المسيحية الموجودة في إسرائيل بعد عام من ثبات الدعوة السياحية. The concept of a pilgrimage in the Holy Land in the footsteps of the Virgin Mary is not a new concept. إن مفهوم الحجاج على خطى مريم ليس بشيء جديد، كونه يمثل الإحساس بالبداية. إنها الأماكن التي ولدت فيها مريم مكان البشارة والانتقال بالنفس والجسد. لذا من الطبيعي القيام بزيارات حج على شرفها في الأرض المقدسة. أدركت وزارة السياحة أهمية العذراء مريم عند المسيحيين الكاثوليكيين، مما أدى لأن تنشر كتيباً لمساعدة مرشدي السياح. نقوم بتزويد التفاصيل والمعلومات الخاصة مما يساعد الحجاج الذين يأتون إلى الأرض المقدسة بشكل خاص ليكرموا مريم العذراء. لدى وزارة السياحة دائماً سياسة تشجيع الحجاج والمؤمنين المسيحيين، ولذلك قمنا بعمل هذا الكتيب. قامت مرشدة يهودية بعد التقديم بقيادة جميع المعنيين في اكتشاف كنيسة الزيارة. يذكر التقليد أنه المكان الذي حصل فيه اللقاء بين العذراء ونسيبتها إليصابات.